بعض، جمالنا ان احنا نعملش الحاجات زي بعض، بس ده احنا لسه خايفين منه، ده يتكسر ثقافة يعني تتكسر وتحط واحدة تانية والمجتمع يتعود عليها، بس محتاجة الباترون الصح اللي تتعامل بيه. وكون انك تبدأي مع الطفل بطريقة المسرح دي اكتر حاجة بتاخد وقت. انت ما بتعمليش بروفة النهاردة بتعرضي بكرة والمفهوم خلص، زي ما بتقعد تحكي حدوتة مثلا وخلصت الحدوتة في قصة خلص، احنا بنقعد شهرين وثلاثة وستة عشان نقعد نشرح نفس الحاجة. فالتعلم بيبقى حصل، وكون تعلم يحصل دي في مدارس مش عارفة تعملها. طريقة تنقلي تعلم لطفل مش دي آلية، دي اللي موهبة المدرس اللي اعتقد نازلة عند بعض مننا بالولادة، يعني حق ولادة كده. انا مولود مدرس، انا مولود بعرف انقل المعلومة، انا مولود بعرف اشرح للآخر وهكذا. طيب حضرتك كلمتينا عن مسرحية بركة الضفادع وعن جنة البطريق، وفي الأول كلمتينا عن مملكة النحل. في مسرحية اسمها طفل المعبد، ممكن تكلميني عليها شوية؟ طفل المعبد هي بتتناول بشكل حاد جدا مفهوم الفساد. ليه مفهوم الفساد؟ برضو علشان الأطفال فاهمة إيه هو الفساد، فاهمة إن المدرسة المدرس اللي فيها بيشرط عليهم دروس خصوصية، ده شكل ما يصحش، بس هما ما يعرفوش إن ده اسمه فساد. العامل اللي في المدرسة بيزعق لهم على إن هما بيدخلوا التويلتس، هما فاهمين إن هو ليه بيزعق لهم مش من حقه، ولكن هما مش عارفين إن ده اسمه فساد برضو وهكذا. فهم عارفين الغلط، عارفين ان هم لما يمشوا الصبح رايحين المدرسه الزباله بتبقى ماشيه ماليه الشوارع، دي حاجه مش صح، دي مسؤوليه حد. احنا كل اللي كنا بنعمله ان احنا بنشاور على الاخطاء دي مسؤوليات مين الادوار اللي في الدوله اللي بتبقى مسؤوله عن هذه المشاكل اللي المفروض تتحل ازاي. الطفل متضايق، بنسمع ايه الحاجات، ويبداوا يقعدوا مع بعض في دايره ويبدا كل واحد يطلع الفكره بتاعه الفساد بتاعته، هو متضايق من ايه، هو شايف مش صح ازاي. وبعد كده حكينا ان كان في طفل صغير اتولد وقعد يصرخ، وبعدين في مراكبي ورحنا عند اسوان في العصر الفرعوني، في مراكبي لقاه سمع صراخه فدخل جابه من عند عمود في المعبد، والطفل ده اتربى بس ما بيتكلمش، كانش بيتكلم خالص. اوكي. وبعد كده لما بدأ يمشي بقى يطلع من بيت مامته ويروح عند العمود اللي هو كان موجود عنده، ويبدأ يلعب مع نفسه ويبدأ يكلم نفسه ويبدأ يمثل. كان بيمثل ايه بقى؟ كان بيمثل كل الأدوار الاجتماعية اللي ممكن تحصل في مملكته هو، عشان كده كنا سميناها طفل المعبد. الطفل ده عنده مملكة في خياله، هو القائد بتاعها، وهو المدرس اللي فيها، وهو الفلاح اللي بيزرع الأكل، وهو المراكب اللي بيجيب السمك، وهو المدرس اللي بيعلم الأطفال، وهو الكاهن اللي بيتعبد. هو بيعمل كل الادوار لوحده. بعد كده الاحداث بتحصل ومامته بتقول له بتخاف عليه عشان ما بيتكلمش، فبتروح بيه للمعبد علشان الكاهن يشوف هو ليه ما بيتكلمش او يضايقه او كذا. فبيبدا يشوف ايه ده، ليه البنات هنا بيضايقوها، ليه الزباله موجوده هنا كتير، ليه الناس دي بتتخانق. بدا يشوف حاجه غير المملكه بتاعته، بدا يدور بقى وشاف. فبيقول لمامته، مامته انا عايزه اقابل الملك بتاع المملكه دي. قالت له ايه ده، انت عايز تقابل الملك؟ قال لها شايفه الناس عامله ايه في بعض، الحاجات دي مين مسؤول عنها، انا عايزه اقابل الملك واقول له ان انا عندي طريقه اصلح بيها الكلام ده كله. قعدت تضحك طبعا وتتريق عليه، انت بتقابل الملك مش بتقابل الملك. وفي الاخر فعلا بيقابل الملك، والملك بيسمع منه ايه فكرته عن الحاجات تصلح ازاي. فهيروح يقول له انا عندي طريقه تصلح بيها كل حاجه في المملكه بتاعتك زي ما انا مصلحها عندي في المملكه بتاعتي، عشان الاطفال زي ما قلنا على الفطره عندهم الشكل الصح للحاجات، اما بيشوف الحاجه الشريره بينقضها، بيبقى عارفها، بعرف ان دي مش صح بس وهكذا. وفعاد كده الملك بيديله التاج بتاعه وبيخليه ولي عهده، شويه حاجات كده. وبعدين بنبدا ندخل ان هذا الطفل هيتحول لفاسد بعدين، لما تبدا تظهر حواليه بقى شويه سلطه على شويه مصالح على شويه حاجات، تبدا الدنيا تبوظ تاني، ونبقى عرفنا ان هي بالاول كانت بايظه ليه. يبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا نرجع تاني للشكل الصح، والحاجات بتتعمل بشكل مظبوط وبعداله وكذا، يبقى المجتمع شكله حلو زي ما كان في مملكه خياله نفسها. تلات ارباع الدراما اللي انا حكيتها دي من تاليف الاطفال، عشان هي بتيجي بالارتجال، لان احنا بنفكر فبيبقى فيه ايه اللي هيخلي الطفل يعمل كذا، ايه اللي هيخلي مامته توديه للمعبد، ايه السبب، ممكن نفكر في السبب. فالاطفال تبدا تقترح حد ما يلاقوا اقتراح عجبهم، فيبقى ده معانا في جسد المسرحية وهكذا. عشان كده بقول لك الموضوع بياخد شهرين وثلاثة عشان كل ده يتبني، ولكن الفكرة لما هيجي هيعرضها للجمهور
شافوها في تلت ساعة، شافوها في نص ساعة، وعرفوا ان ده كله من بناء الأطفال نفسه، يعني بناء خيالهم نفسه. طيب من وجهة نظرك كده، ايه أكتر عمل اتعملتي أثر في نفسية الطفل؟ بركة الضفادع. بركة الضفادع. بركة الضفادع في بعد عرض، بعد فريق، يعني احنا اشتغلنا المجموعة دي المسرحية دي مع أكتر من مجموعة في أكتر من منطقة. ففي مجموعة في ثلاث أطفال كانوا معايا في البروفة وفي العرض، وبعدين طفلي فيهم جاب قطة، وكانت ماما موافقة أن القطة تستنى وبابا مش موافق أن القطة تستنى، وحد من إخواته البنات موافق وحد تاني مش موافق، فبدأت يتخنقوا القطة هتستنى ولا القطة هتمشي، لحد ما كان ماما أو بابا كان كل يعني كان حد فيهم هيقرر، فيبقى الموضوع اللي هو كده عشان بابا عايز كده عشان ماما عايز كده. بنت من البنات قالت ليتس فوت، خلينا نشوف رأي الأغلبية، مين عايز القطة تقعد مين عايز القطة تمشي. ده بالنسبة لي كان أفضل، يعني مش أفضل، ده كان حل المشكلة، هم وصلوا لحل المشكلة. عملنا مسرحية ملهاش أي علاقة بحياتهم الاجتماعية، كلها كانت ضفادع أو ممارسات على السن الكبير، ولكن هم عرفوا من خلال اللي تعلموه من المفاهيم اللي تعلموه إزاي يحلوا مشكلة زي مشكلة قطة في البيت. المشكلة بتاعت القطة اللي في البيت دي كان ممكن تنتهي بخناقة وفرض رأي، وكان ممكن تنتهي بنفسية ما متضايق تمام، ويا بابا أنت ما رضيتش المرة اللي فاتت لازم توافق لي على المرة الجاية كذا. في حين ان هم لما كلهم اتفقوا ان هم يشوفوا راي الاغلبيه ايه، كل بيبقى راضي، سواء القطه مشيت او سواء القطه استنت كله احترم راي الاخر. تعرف شكل مجتمعنا هيبقى عامل كده ازاي لو 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 النفسيه دي اتطبقت، ان احنا نختار ونشوف الاخر عايز ايه ونبدا نعملها بالطريقه الديمقراطيه دي. تمام. طيب انا مشكوره جدا استاذه ندى حبيب، مخرجه مسرح اطفال ورئيس مؤسسه تحت مصر للتنميه والتراث، شكرا جدا. شكرا يا كارولين على الفرصة الحلوة دي، شكرا قوي. مشاهدينا، مرور الطفل بسنوات من التعليم ممكن يقوي بعض ملكاته، بس ده على حساب ملكات أخرى، وكمان علينا أن نزرع بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن نداوي رجالا محطمين. شكرا جزيلا مشاهدينا، ونرجع لكم بعد الفاصل مع يوسف والأستاذ الكاتب الصحفي محمد الشفعي وفقرة الصحف. هذا البرنامج برعاية على شط جولدن بيتش، قلت أنا أتمتع وعيش جولدن بيتش، المية زرقا والصحبة حواليا وجمال بعده ما فيش في جولدن.